السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا الكريم. اليوم عندنا فيديو إن شاء الله خاص بالدراسة في ليشنشتاين، هذا نزولا على طلب بعض الأخوة والأخوات. طلبوا مني برنامج الدراسة وشنو يعني وشروطها والإقامة وغير ذلك. سبق وأدرجت فيديو خاص بالفيزا ليشنشتاين، ميس ليشنشتاين للجزائريين، الفيديو ما عندوش كثير. واليوم راح نطلقوا لبرنامج الدراسة. ما عليكم انكم تابعوا الفيديو هذا للأخير لتستفيدوا، وما عليكم غير انكم تضغطوا زر الاعجاب والاشتراك من فضلكم ولو تكرمتم. ندخل في الموضوع. حنايا اخترت لكم اليوم فيزا، عفوا، جامعة في ليشنشتاين، هي ليشنشتاين يونيفرسيتي، الدراسة في جامعة ليشنشتاين يونيفرسيتي، بها التخصصات التالية: العمارة والتخطيط، ريادة الأعمال، تمويل، نظام المعلومات، قانون العمل. سوف أترك لكم رابط الجامعة ورابط التسجيل وكل المعلومات الخاصة بالدراسة والتأشيرة. ملاحظة مهمة، يتم ترجمة شهادات لدى السفارة السويسرية الذي تمنح لك التأشيرة، و يتم اعتمادها. ونزلت طبعا، سبق وذكرت، نزلت فيديو وضحت فيه طريقة التصديقات يعني في القنصلية وفي البحث العلمي وفي الخليجية، يعني في لفة شوية طويلة، هي مراحل من التعليم العالي وإلى القنصلية وإلى الخليجية وهكذا، يعني برنامج طويل. وكل هذه التفاصيل راهي موجودة، حطيبوها في الفيديو السابق، هاني أدرستهوكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف، راجعوه سوف تجدون كل ما هو مفيد لكم بالدقة. قبل كل شيء يجب مراسلة الجامعة أولا، وتطرح عليهم سؤالك أو سؤالك اللي هو تود الدراسة في تخصص معين، وتسأل عن يعني عن تكاليف الدراسة والإقامة وغيره. ملاحظة، علما أنهم ذاكرين أن في حالة الطالب يدرس في هذه الجامعة بإمكانه أنه يعمل. لو تراجعوا الفيديو وتدخلوا على موقع الجامعة سوف تجدون نقطة مهمة تخص العمل أثناء الدراسة، هذا لفائدة الجميع. برامج الدراسة كما قلنا احنا، يا الدراسية بالجامعة، هي برنامج البكالوريوس العمارة الألمانية فقط. نذكر أن الجامعة تدرس اللغة الألمانية، إدارة الأعمال الألمانية فقط، برامج الماجستير ريادة الأعمال الألمانية فقط، تمويل نظام المعلومات، برنامج الدكتوراه العمارة والتخطيط اقتصاد والأعمال. نرجع لصفحتنا اللي هي نذكر فيها أسفل الفيديو في صندوق الوصف، تجدون الآتي رابط، يعني كل ما تحتاجوه بخصوص التأشيرة والدراسة: أولا رابط القبول والاستشارات، رابط اثنين رابط استشارة التسجيل وشروط الفيزا، وأكرر رابط استمارة التسجيل وشروط الفيزا، ثلاثة رابط فيديو المصادقة على الشهادات، أربعة رابط أسئلة وأجوبة على أعيد أذكر رابعا رابط أسئلة وأجوبة على كل ما تريد معرفته
على الدراسة والفيزا. بعدين للحصول بعدين إمكانية تسألهم على للحصول على إقامة دراسية يجب تجهيز ملف دراسي وهو الموافقة الجامعية. يجب أن تتواصل مع الجامعة المذكورة سابقا، يجب أن تتواصل معهم، يعني ترسلهم إيميل يعني مختصر بخصوص دراستك والتخصص الذي ترغب فيه. خاص قلنا الملفات ترسل أو تتواصل معهم. وبالنسبة للدراسة في هذه الجامعة، هذا خاص للطلبة الجامعيين وحتى الحاصلين على شهادة البكالوريا. كما ذكرت يتم ترجمة كل الشهادات لدى المترجمين المعتمدين لدى السفارة السويسرية. وبعد إرسال كل هذه الشهادات يتم مراسلتك لتحديد موعد على سكايب، أي يسألونك حول اختيارك لهذه الجامعة ولماذا اخترتها والدراسة التي ترغب فيها. يعني حتكون أسئلة مختصرة، وعن طريق الأسئلة هذه هم يدونون كل هذه الأسئلة. وبعدها يتم دراسة الملف الذي تم إرساله لهم وملء الاستمارة. وبعدها يبعثوا لك يعني على الإيميل بالموافقة بعد فترة، وبعدها سوف يعطوك الملف الكامل للفيزا الذي يجب أن تجهزه وترفقه مع كل الشهادات، ملف الفيزا والشهادات وكل المستندات المطلوبة للفيزا، وتتجه إلى السفارة ويتم الرد عليك بالقبول الفيزا خلال من شهرين إلى 3 أشهر كأقصى حد. على العموم أنا راح نعطيكم ملف آخر بالتحديد اللي هو خاص بقبول الفيزا في السفارة، فيزا شنشتاين في السفارة السويسرية. لا تنسوني أحبابي باللايك والاشتراك رجاء، ولأي استفسار ما عليك غير إنكم تراسلوني وتكتبوا لي في التعليقات على أي أسئلة إن شاء الله، وسوف أكون جاهزة للإجابة عليها. وتمنياتي لكم بالتوفيق والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى إن شاء الله.